السلام عليكم الأخوات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوال طيبة إن شاء الله، تكونوا بخير وعلى خير وتشوفوا هذا الفيديو من الأول الأخير. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نشارك معكم أو لم تقسم معكم المعاناة ديالي مع وليداتي. لأغلبية الأخوات المقربات كيعرفوا ان عندي جوج وليدات عندهم مشكل في العوينات ديالهم او لا ما كيشوفوا شي مزيان، فان شاء الله باذن الله غادي نشارك معكم القصه ديالي او التجربه ديالي مع الطب البديل، وبالخصوص مع الدكتور عبد الكريم العبد العلوي. فان شاء الله باذن الله في هذا الفيديو محتاجة النصيحة ديالكم، وكذلك محتاجة الدعاء ديالكم، وكذلك محتاجة التوجيه ديالكم. فإذا كنتم مستعدين أنكم تعملوا هذا الخير وتعملوا هذا الأجر، فلا بد أنكم تشوفوا هذا الفيديو من الأول حتى الأخير. أول حاجة إن شاء الله بإذن الله غادي نطرق لها هي السبب اللي خلاني أنني التجأ للطب البديل من بعد ما فقدت الأمل، والأطباء يعني فقدوني الأمل وقالوا أنه ما كان حتى شي علاج وما كان حتى شي أمل الشفاء ديال هاد الوليدات هادو. فمن بعد ما أنني كنسول وكنسقسي، والهم الوحيد ديالي أن الوليدات ديالي ربي الحبيب ينعم عليهم ورجع لهم الشوف ديالهم، ولو اطفال عاديين ان شاء الله باذن الله. والقلب ديال الام كيف كتعرفوا انه يعني الا كانت شي حاجه كضر الوليدات ديالها فراه ما كيهنا لها بال. فكيف سبق لي وقلت انني دائما كنسول وكنسقسي الى اخره، حتى تلاقيت مع واحد الاخت وقالت لي علاش ما جربتيش انك تمشي للطب البديل؟ قلت لها يعني ما عندي حتى شي معلومات الى اخره. فاعطتني الفكره وجيت للدار ودخلت الانترنت وبديت كنبحث، فاذا بيا كنلقى الدكتور عبد الكريم العبد العلوي اللي هو اللي غادي نعاود لكم القصه ديالي معاه ان شاء الله، وكيفاش مشيت لعندو وشنو يعني شنو عطانا نتبعو الى اخره. فنخليكم مع لا فيديو او لا القصه ديال هاد الرجل او لا هاد الشاب اللي هي اللي زرعت فيا الامل وحفزتني بعد ما سمعت القصه ديالو. قال انه ما بقاش كيشوف تماما غير الناس اللي كيقطعوا الطريق، فمن بعد ما تبع مع عبد الكريم العلوي او لا الدكتور ولا يعني كيشوف ولا كيميز، الحمد لله والشكر لله. فنخليكم مع هاد الفيديو ديال هاد السيد هذا، وعاد نعاود لكم القصه ديالي ان شاء الله، خليكم معايا. المهم تلقيتي الابتسامه ولقيتي الرعايه ولقيتي اللي الرعاية. هنا على الاقل على الاقل هنا 50% ها شويه رجعت لك المعنويات ديالك. نص النص نص انا رجعت انا والنحل شنو قصه النحل باش انت كتشوف النحل؟ هذه 14 القرن باش نزل القران وهضر عليه قبل ما نكون انا ولا الدكتور ولا جدي ولا جدو ولا جدك ولا جميع. هي نحل شفاء. فيه الشفاء. نحل قبل ما يكون نحل تيعطيك بعدا اعشاب اللي كلها ممتده من الطبيعه. واش غيعطيك الانسان اللي غيعطيك تيقول لك سير شري المعدنوس واشرب الماء ديالو. سير ها العسل ها الطحالب طحالب مجففه. ها هادشي كله درتيه البروبوليس هادشي درتيه انت هادشي تديرو وتدير ريجيم واخا قاسي ولكن مفيد جدا. وتتبع حصص ديال النحل يوميا. النحل يعني القريص. القريص لساعات في المناطق المتضرره. هنا راه باقي الاثار ديالو وهنا يعني داكشي مضبوط داكشي مضبوط النحل تيقرص ومدروس اكاديميا ومدروس 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 واخا ماشي اعتباري. الحصه الاولى واش بدا تيبان لك شي تحسن؟ الحصه الاولى الحصه الاولى انا 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 اولا قلت لك بان الثانيه ديالي كانت مزيانه ملي جيت نعالج. بديت انا تنتخيل غير تنتخيل مزيان تنجي تيطلع لي وتنتخيل بان انا وليت نعرف الكرسي فين كاين، انا راه ما شفتوش ولكن باش نهز المورال ديالي تنمشي له نيشان. اذا انت تخدم على راسك باش نهيئ نفسي. ومن بعد تعطيك العسل تداوي به، ما تتشوفش النور في الليل باش تداوي. المهم مسائل اللي مضبوطه تبعتي كل شيء تبعت كل شيء مزيان. الان شحال المده عافاك باش وليتي حليتي عينيك؟ شهر و15 يوم باش بديت انا بديت تنميز. دابا كتشوف دابا تشوف كل شيء قدام في الالوان. تنميز 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 انا بديت تنميز دابا الحمد لله انت بخير وعلى حال الحمد لله والشكر. شحال مازال عندك ديال الحصص العلاج؟ باقي لي شهر ونص.
الحمد لله وتولي بخير على خير. الشارونس ان شاء الله بخير بخير والشكر كل الشكر الاستاذ لكم لله سبحانه وتعالى. شكرا وتبارك الله عليك والحمد لله على سلامتك. شكرا لانك تتحزني معنا وتضحكي منك وتكونوا ضاحكين وتحزني تكونوا حازنين. مرحبا سي محمد وتتبكي البكاء. انا تنشكرك بزاف. الله يبارك فيك وفرصه سعيده هذه باش نتلاقاو معك. على هذه الامل اللي تتزرعوا في الناس. مرحبا سيدي. وهذه فرصه طيبه وهكذا بغينا هذه البلد تكون لؤلؤة العالم. مرحبا سي كريم. كنا كنهضروا مع السي محمد وجبدناك في الهضره بلي انت كنتي سبب من بعد الله سبحانه وتعالى في الشفاء ديال هذا السيد ورجعتي ليه الامل ورجعتي ليه النظر اللي مشى ليه تدريجيا واللي الاطباء زو يديهم قالوا له سير بحالاتك راه ما بقاش الامل. نهضروا على السي كريم العلوي وانت باحث في الطب البديل وخبير في هاد الاشياء. العلاج بالنحل في المغرب فين واصل؟ الامراض اللي كتعالجها بالنحل المدى زعما الفعاليه ديال لسعات ديال النحل في هذه الامراض المستعصيه. الجميل هو لسعات النحل منذ زمان معروف على انها ترفع المناعه الجسم. إيه؟ الغريب هو متى ننتقلوا من مرض الى مرض بحال مثلا السكيزوفرينيا او المشاكل ديال الاوتيزم. النحل تقدر يخلص كثير من السموم من الجسم، الجسم تقدر يتحرر منها بحال مثلا من السموم المعلومه اللي مالوفه تنسمعوها الكوليسترول الاسيد يوريك، ممكن تخفيف الدوره الدمويه من داك لافي اس طالعه مثلا او كذا. هذه كلها اشياء النحل تقوم بها بشكل جميل. والاجمل هو انه لسعات النحل ارفع عنوان قدر ان نتكلم عليه هو ضد الالتهابات. ايه غينيت، حساسيه الانف، سينوزيت، حلقم، اوتيت، حتى الكزيما تقدروا تخلصوا منها بواحد الشكل كبير. اذا القدره على ضبط الالتهابات شكل هائل. والناس استعملوها منذ زمان في الباديه مثلا او في الحضر. فقط موضوع ما توضعش قانون او عمليه مرتبه الانسان يقدر يمشي فيها. واخا ولكن السي كريم العلوي هادو كلهم امراض اللي هما خفيفه الحلق، ولكن كاين امراض مستعصيه اللي دخلتي فيهم انت وعالجتي تقريبا الرقم اللي عندي هنايا 1000 حاله ديال سرطان اللي دازت على يديك واللي تعالجات. زعما هاد الامراض المستعصيه زعما صعيبه، كيفاش بالنحل ممكن يتشافى الانسان من السرطان؟ حيت النحل العمليه العلاجيه ديالو تتم على 5 مراحل. تنقيو به الجسم بحال اللي تكلمنا مثلا من عده سموم داخل الجسم، ضبط الالتهابات، الجروح والقروح وليزيسيراسيون تقدروا نضبطوهم بحال لي ار سي اش مثلا، تقدروا نمشيو الى اعاده تنشيط عضو من الاعضاء باش يقوم بالدور ديالو. مثلا كزيما الا كان تنقدروا نعالجوها والجلد ترجع للعمل ديالو المطلوب، تحيا الخلايا من جديد بما فيها التجاعيد، بما فيها لي بوان نوار، تنتخلصوا منهم، تنطلعوا جلد في الشباب ديالو بما فيها. بحال مثلا من النجاحات الاخيره اللي تحققت واستطعنا نضبطوا الفيبروتيست من بعد التهاب كبدي من اف 4 لاف 2، بمعنى ضبطنا واحد مستوى عالي في تنشيط خلايا ديال الكبد، وهكذا قدرنا ننتقلوا من حال الى حال افضل. بمعنى ال5 مراحل الاساسيه استطعنا نجحوا بها عن طريق لسعات النحل. اللي ده غير يسخص يفهم المراحل ديال كل حاجه. نعم. وكل حاجه في الوقت ديالها، التغذيه المناسبه باش الانسان يحصل على الاوبتيميزاسيون. جميل. باش يحصل على اعلى نسبه من النجاح. نعم. واخا بالنسبه للامراض اللي شويه تكون صعيبه بحال فقدان المناعه المكتسب السيده مثلا، واش ممكن تيجيو عندك الناس اللي عندهم هذا النوع؟ في الكور ميديكال في طنجه شاب عنده حوالي 30 سنه اصيب بون انجيكسيون شي خطا كان في لوبيتال وتصاب بالسيده. هذا الاسبوع دار تحاليل 0 فيروس. عندي في ايطاليا كذلك 3 سمان جا المغرب مغربي عنده حوالي 30 سنة، خدمنا معاه 3 سمان لساعات يدير 25 حافة في اليوم. بدا هنا وكمل في إيطاليا. 90% ديال الفيروس ديال عدد الفيروس مشى. واخا السي كريم العالمي، هاد المهارات كلها اللي عطاك الله سبحانه وتعالى وهاد الامكانيات وهاد العلم وهاد المعرفه، واش كتدخل في تنسيق مثلا مع الاطباء مع الصيادله مع وزاره الصحه فاش كتقول مثلا واحد مصاب بالسيده ما بقاش فيه الفيروس؟ يعني راه هذا زعما انجاز كبير بزاف ويمكن خصو يكون عالمي بزاف يخرج من المغرب. واش كاين شي تنسيق مع مؤسسات وحدين اخرين ولا كتخدم بوحدك؟ وفي كاين اطباء تنسقوا جميع، كاين اطباء تيزورونا تنتكلموا على هاد النجاحات، كاين اطباء اللي تنستشرهم ملي تنوحل في شي مسائل ما تنفهمهاش مادام ماشي طبيب. إيه؟ وخا درت كليه الطب في فرنسا في السنوات الاولى، فكاين هذا الجانب هذا
لانه تنفقدوا فتنجلسوا مع اطباء وتنجلسوا تنعطيهم المعطيات اللي كاينه. يعني كتعمم هذه المعلومات. بدليل السيده البارحه جات عندي بعد ما رفضها لوبيتال ديال المغرب بلا ما نسمي وقال لها انت ميؤوس منك غادي تموت من بعد شهر. داز ست اشهر من الوصفات ديالنا استعملتها المفريه ما بقاش واستطاعت انها تباشر الحياه ديالها اليوميه طبيعيا في الامل دون الياس. الامل. واخا قبيله السي محمد عطانا شي معطيات واحده اخرى من غير الجانب ديال عطانا مثلا قال لنا بالابتسامه الرعايه يعني كتعطيو الخاطر واش هذا الشيء حتى هو عنده واحد الدور في العلاج ديال المرضى؟ الجانب النفسي. الجانب النفسي اساسي. علاش؟ حيت هذاك المريض بالنسبه لي انه انا وياه في عمل مشترك ضد المرض. تتحارب بجوج على المرض. المرض عنصر ثالث ماشي عنصر ملصوق بالمريض. هو العدو ديالك بجوج ياك. المريض صاحبي وانا خوه. الا ما خدمناش بالتشارك والتعاون ما يعاونيش على المرض. اذا فالمرض عنصر ثالث وليس ملصوق به. حتى انا مسؤول على ذاك المرض. علاش ما يلصقش بيا انا؟ بالعكس انه جاء عندي باش نتعاون انا وياه على ذاك المرض اللي هو العنصر الثالث. اذا ما نستهزئش بيش وما نقش منه. بالعكس الا تعاوننا غادي ننجحوا. بدليل الناس من يخدوا هذه الوصفه الطبيعيه وفهموها بداو تينجحوا في ديورهم بلا ما يحتاجونا. بدليل انه شنو زعما يتعاملوا بالنحل؟ تعلموا الناس بالنحل في ديورهم. تعلموا الناس عندي في اوروبا. عندي في اوروبا نقدر نتكلم على حاله من الحالات ديال سرطان الكبد تم تعالج في اوروبا. هولندا مثلا حاله وحاله بفرنسا مثلا. عندي في باريس. عندي في باريس الناس كان عندهم ميغرين دابا تيقرصوا بالنحل تما في باريس. يعني انت ما كتحتكرش المعلومه لراسك وتشدها بحال كيديروا شي وحدين. انت كتطلق المعلومه تصافر. عندي فيها نوقف تبع حنا حيت كاين اللي كيبغي يبقى بوحدو اللي كيعالج بوحدو اللي شاد. لا داك الشيء تعتبره ضعف ماشي قوه. بدليل انت مني تيجيك مثلا تصور سيد سنتين باش تعالج عندنا من سرطان الكبد في باريس تيصيفط لي ناس يقول لي سيروا. ها انتم الاخوات نبداو الفيديو ديالنا كيف العذاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله. فكيف سبق لي وقلت في المقدمه انني غادي نعاود لكم القصه ان شاء الله ديال هاد الوليدات وان شاء الله باذن الله نتمنى انكم تدعوا معهم اولا بالشفاء وثانيا انكم تعطونا الراي ديالكم في الموضوع بطبيعه الحال بعد ما غادي تشوفوا الفيديو حتى الاخر باش تسمعوا القصه كامله. فكأي امراه متزوجه رزقني الله بالحباله ديال البليته ديالي الاولى فدوزت الحماله ديالي يعني طبيعيه ولله الحمد ولله الشكر وكذلك ولدت ولاده طبيعيه والحمد لله. فبعد ما ولدت هاد البنيته فهي يعني خلقت لي بنيته عاديه يعني ما لاحظت عليها حتى شي تغيير ما لاحظت عليها حتى شي حاجه يعني فالحمد لله والشكر لله. فبعد واحد 3 أشهر من الولاده ديالها فبديت كنلاحظ ان البنيته ديالي عندها العوينات ديالها مقلوبين او لا حول من عويناتها. فهذيك الوقت يعني قلتها الام ديالي وقلتها العجوزه ديالي فقالوا لي يعني قلت التجربه واول مره يعني ما عرفتيش تعاملي مع الترابي فكنتي كتنعس البنيته على الظهر ديالها وكتبقى تشوف بزاف في السقف فهذا هو السبب علاش يعني حوالت البليته او لا تقلبوا لها العويلات. فهي هذيك بقينا واحد المده درت البليته شي 8 شهور تقريبا بديت كنديها للطبيب. ديتها للطبيب الاول فتعامل معها عادي جدا عبر لها النظر ديالها خرج لها النيدرات وكذلك خرج لها البارتشي او لما يسمى بهذيك اللصاقات اللي كيسدوا عين ويفتحوا عين للترويض. فبديت كنعمل لها الترويض فكنسعي في الاول لان البنيته باقا صغيره وما استجبتش لهذاك الترويض وكانت كتحيد البارتشي من عينها وكنلقاها عاملها في فمها كتاكلها. فيعني واحد المعاناه طويله حتى يعني بدات شويه كتفهم وكتكبر والحمد لله بدات كتخلي ديك البارتي في عينها. فالحمد لله يعني هذيك الحوليه او هذيك العينين مقلوبين ما بقاش تقادوا لها العينين. ولكن المشكل اللي كبر والمشكل العويص هو انهم
أن البنيتة ما كتشوفش في الشمس، وهذه لاحظتها حتى كملت لي البنوتة عمايل. بديت كنخرج للسطح النشار اولا كنديها معايا، كنشوف البنيته كتضرب في الحيط، كنشوف البنيته كتجي السله ديال التصبين وكتعكل فيها وكطيح على فمها، كنشوف البنيته كيجيني العجب. كنقول لها اسراء اش كتعمل، علاش كطيح بنتي؟ ما رديتش البال وما عرفتش شنو السبب. فبعد ما البنيته يعني عامين ونص حتى 3 سنين بدات كتمشي على رجلها، كنخرجوا في الزنقه، فكنتفاجئ ان البنيته كتبقى ماشيه حتى كتدخل في الناس، كتكون شي شجره قدامنا وانا شاده في يدها حتى كتدخل في الشجره، يعني كتكون شي قدامنا شي طوموبيل اولا شي حاجه حتى كتدخل في ديك الطوموبيل. فتما اكتشفت ان البنيته ما كتشوفش، والنهار اللي اكتشفتها اول مره ملي كنكونوا في السطح كتلعب بالكره ديالها، فالكره كتمشي لها هي قدامها وما كتشوفهاش، كتقول لي ماما جيب لي الكره ديالي، كنقول لها هي وهي ما كتشوفش الكره ديالها قدامها. تما اكتشفت ان البنيته في الشمس ما كتشوفش اولا الشعاع، يعني حتى التليفون الا شبرات وبغات تشوف فيه كتقربوا لعينها باش كعاد الله كيبان لها شي حاجه قليله. فتما اكتشفت ان البنوته ما كتشوفش في الشميشه اي حاجه فيها الضوء او الشعاع، فراه ما كتشوفش. فتما عاوتاني يعني ملي كنرجع عند الطبيب ديالها يعني عرضت عليه هذه المساله هذه، فكيقول لي ما يمكنش، الا ما كانتش كتشوف ما غاديش تشوف لا في الظل ولا في الشمس. قلت له لا دكتور هادشي اللي كاين، قلت له ملي كنكونوا في وسط الدار فراه كتشوف عادي، يعني كنقول لها مشي جيب هذيك الحاجه كتمشي تجيبها، كتشوف يعني اللعاب ديالها كتشوف كل شيء، ولكن الا خرجنا الشميشه اولا في التليفون ما كتشوفش. فيعني الدكتور ما بغاش يستوعب الامر، قال لي الا ما كتشوفش راه ما كتشوفش. فبدلت قلت راه يعني عامين ولا عام ونص وانا مع هذا الطبيب هذا، راه بدلت لطبيب اخر نفس المشكل كيتعاملوا معها عادي، كيعبر لها النظر كيخرج لها هذيك البارتشي هذا ما كان. فصراحه يعني دوزت شي 5 ديال الاطباء هنايا في طنجه، فمع الاسف يعني غير مضيعه ديال الوقت ومضيعه ديال الفلوس وما كاينه حتى شي نتيجه مع الاسف. فديتها لواحد الطبيب اللي نصحوني به شي اخوات الله يجازيهم بخير، وقالوا انه دكتور يعني متمكن ما شاء الله عليه تبارك الله. فمشينا عند هذاك الدكتور دوز البنيته عادي، يعني عبر لها حتى هو بحال اللي عملوا الاخرين. فعاود له الزوج ديالي قصه، قال له وديها شنو كاين شنو كاين، حنا راه عيينا من نديوها الاطباء ما كاين حتى شي نتيجه. قال له الا كنتي فعلا عييتي ما ديها الاطباء هنا في طنجه فعليك انك تمشي للرباط، فتما كاينين الاخصائيين وكاين دي بروفيسور اللي يعني متخصصين في طب العيون في جراحه العيون، فغادي نسردك لعند واحد الطبيب يعني ما شاء الله تبارك الله الصيت ديالو يعني معروف في المغرب كامل. فمشينا لعند هذاك الدكتور المسمى بابو الانوار، فما شاء الله تبارك الله عليه هذاك الدكتور. مشينا ودوز لها حتى هو يعني عادي، عبر لها الاعين ديالها، خرج لها العبار ديال المدادر، دار لها عاوتاني الراديو للراس ديالها على حساب الشبكه، قالنا عندها الشبكه مزيانه الحمد لله، عندها العروق هذوك العروق اللي كيكونوا عندنا هكذا في الراس حتى هما مزيانين. فقالنا بقى حاجه واحده هي انكم غادي نعطيكم تمشيو تعملوا واحد التخطيط، هذاك التخطيط ما كيتعملش عنده تما في العياده ديالو. فمشينا لواحد المختبر اخر تما عملنا هذاك التخطيط. التخطيط البنات كالتالي، دخلت معاها وشديتها في حجري لانها كانت باقا 3 سنين ولا 4 سنين باقا صغيره، شديتها وجات ديك الطبيبه وعمرت لها الراس ديالها كامل بالخيوط، وهنايا مور الراس ديالها بلي كابل يعني، ولا الراس ديالها كامل معمر بشي خيوط، وديك الخيوط كتبرمجيهم في واحد الجهاز وكتبقى تعمل لها واحد بحال بانطا على عينها، وكتدخلها في واحد الجهاز وكتشي نص ساعه تقريبا عاد كيخرج هذاك التخطيط. ف
ملي خرج التخطيط رديناه للدكتور باش يقراه، فهذيك هي الصدمه الكبرى. قال لنا الطبيب ان هذه البليته هذه ما عندهاش حتى شي علاج وغادي تبقى هكذا. قلت له سي الطبيب واش ما كاين لا عمليه، ما كاين لا شي نظار سبيسيال، ما كاين حتى شي حاجه؟ قال لنا ما كاين حتى شي حاجه، هادشي ديال الله، ديكشي وراثي، ما عندكم حتى ما كاين حتى شي حل. فصراحه الصدمه كانت قويه عليا انا والزوج ديالي، فكنقول يعني الحمد لله والشكر لله على كل حال، ولكن كنقول كيفاش انا بالليسه دابا هي باقا صغيره وكتمشي معايا وكتجي معايا وكنديها شاده لها في يدها، ولكن العام باش ان شاء الله غتمشي للمدرسه، وكيفاش عتكون في المدرسه وخصوصا الا عرفوا الاطفال باللي راه ما كتشوفش الشمس، يعني والوليدات يعني ما شاء الله عليهم كيكونوا يعني كيكونوا شويه صلابين، يعني يقدروا يعملوا لها يعني بقى يعملوا لها شي مقاليب، يقدروا بزاف ديال الحاجات كيجيو لي يعني كتعرفوا القلب ديال الام، بزاف ديال الحاجات كيجيو لي في بالي. البليته هي غتكبر وغتبقى تمشي بوحدها وتجيب وحدها، وما عرفتش والله العظيم. الحمد لله نطلب ربي خير، واللي خلقنا ما غاديش يضيعنا ان شاء الله. فهذا هو يعني الشغل ديالي الشاغل، يعني فين ما مشيت وفين ما جيت كنسقسي وكنسول. حتى الواحد النهار واحد الاخت نصحتني قالت لي اجي، يعني حيتاش كنتلاقى مع ناس في الزنقه وكيقولوا لي البنيته فيها النعاس، او لا حيتاش دائما ملي كنخرجوا للزنقه بحال وليداتي كيشدوا عينهم كيشدوا عويناتهم كيبقى واحد شويه، فكيتلاقاو لي الناس في الزنقه قول لي المراه هذيك البنيته ناعسه، باش ناعسه؟ قول لها لا شريف راه ماشي ناعسه، غير ما كتشوفش مزيان. فتلاقيت مع واحد السيده واحد المره ونفس المشكل، قلت لها ودي راه شنو هشنو راه ما خليت فين ديتها وراه والو. قال لنا الطبيب ما كاين حتى شي حل. قلت لها حتى هذا الوليد هذا راه هو يعني نفس المشكل. قالت لي اجي علاش ما تديهاش للطب البديل؟ قلت لها ودي انا ما عارفاش. وهذه قالت لي كتعرف دكتور العبد العلوي اللي كيدوز في 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 الاولى؟ قلت لها ايه كنشوفو يعني. قالت لي هذاك الدكتور كنشوف في الانترنت بلي كاينين شي ناس ما شافوش هذه 20 سنه، وفي الاخر يعني تبعوا مع هذيك الدكتور والحمد لله بداو كيشوفو. فصراحة ملي قالت لي هذيك السيده قالت لي هذه الهضره هذه، فبحال اللي رجع لي شويه ديال الامل، واحد البصيص ديال الامل. فمن تما جيت للدار ودخلت الانترنت وبقيت كنبحث على هاد الدكتور هذا، ودخلت القناة ديالو على اليوتيوب، فلقيت زعما بزاف ديال الشهادات في الحق ديال هاد الدكتور، منهم واحد الشخص اللي كيقول انه ما كيشوفش هادي 17 سنة، وكان الطريق يعني الناس كيقطعوه الطريق الى اخره. قالوا دابا يعني نهار اللي تبع مع هاد الدكتور هذا فولا كيشوف ولله الحمد. فصراحة فرحت بزاف ودخلت الانترنت، بقيت كنفتش يعني هنايا في طنجه فين كاين المقر ديالو اولا يعني العياده ديالو. فجبرتها والحمد لله ومشيت وديت البليته وسجلتها، وقالت لي السيده اللي كتكون في ريسبسيون قالت لي انه كيجي غير يعني من 15 يوم 15 يوم، لانه عنده يعني بزاف المقرات في المغرب كله. فيعني تسجلت وخلصت الدوسي، وقالت لي ان شاء الله من هنا 15 يوم غادي نعيط لك ونعطيك النمره ديالك واجي ان شاء الله. فهذاك الشيء اللي درت، مشيت الحمد لله وصل الموعد، عيطت لي السيده ومشيت. الحمد لله يعني العياده عامره بزاف، واللوبه كتوصلك على شحال وشحال. فصراحه يعني الحمد لله رجع لي واحد الامل، قلت مادام ان العياده عامره بهذا الشكل والناس يعني كيجيو يعني على عده امراض ماشي غير على العيون، على الدياليز الكلاوي، الروماتيزم، يعني اي مرض كيجيو الناس عليه الحمد لله. فمشيت وانا فرحانه صراحه. دخلنا عند الدكتور، التعامل ديالو طيب، كيبان يعني واحد الانسان متخلق، واحد الانسان متدين، يعني كيهضر بقال الله قال الرسول، يعني كيقولنا الحمد لله باقي الانسان ما يفقدش الامل في الله عز وجل، ولا تبعتوا النصائح راه ان شاء الله باذن الله غادي يكون خير. فهذا ما كان. فالطبيب يعني كيسولك شي اسئله، عاودت له القصه كامله، قلت له ودي راه شنو قال لي ان شاء الله يكون غير خير.
فهادشي اللي كتشوفوا قدامكم هو الدواء اللي كيخرج اللي خرجنا الطبيب لهاد الحاله البنات. فهانتوما كيف كتشوفوا، اولا هذا هو الدوسي ديال مليسا، هانتوما كيف كتشوفوا هذا هو الدوسي ديال مليسا، الدوسي هو هاد البنات، هانتوما الدوسي انا وريتكم، ها هو البنات الدوسي هو هذا، كيعمر لك هاد الورقه هادي هانتوما الاسم ديال البليته ديالي اسراء افتاتي كيف كتشوفوا، ها هو التاريخ فاش مشيت لعندو، ها هو هنا هي البرنامج ديال العلاج ديال هاد الدكتور. ها انتما البنات هنايا كيقول لك شنو خصك تناول، يعني الريجيم اللي خصها تتبع البليته. هنايا بعدا اولا هنايا كيف كتشوفوا الاخوات، هنايا التحاليل، هنايا كيخرج لك التحاليل اولا الا كنتي كتعاني من شي مرض، هنايا الورقه ديال التحاليل كيف كتشوفوا، هنا ورقه التحاليل كيعطيك تعمل هاد التحاليل هادو البنات، ها نتوما كيف كتشوفوا على هاد الشكل كيعطيك تعمل هاد التحاليل، هو الاولين من بعد كيعطيك هاد الورقه هادي، هاد الورقه البنات هادي هي اللي كيعطيك فيها شنو خصك تاكل والبرنامج كامل ديال العلاج اللي خصك تتبع او لا تريتمون اللي خصك تتبع. هانتوما البنات هنايا هذا العلاج كامل اللي خصك تتبع، وهنايا الحاجات اللي خصك ما تاكلهمش او لا يعني تبعد منهم في هذه الفتره ديال العلاج. عندك هنايا كيشرحوا لك بالتفصيل طريقه استعمال البرنامج العلاجي اليومي، هانتوما كيف كتشوفوا طريقه استعمال البرنامج العلاجي اليومي، هذه الطريقه كيشرحوها لك هنايا بالتفصيل كيف كتشوفوا. هانتوما هنا كيوريك يعني المأكولات اللي خصك تاكل والمأكولات اللي خصك تبعد منها، هنايا ما ينبغي تناوله، هنايا ما ينبغي تجنبه كيف كتشوفوا على هاد الشكل البنات. هنايا عندنا البنات الحصة ديال قرصات النحل، هنايا الحصة ديال قرصات النحل عندنا ثلاثة د المرات في السيمانة، ثلاثة د المرات في السيمانة كنديها لعندهم باش كيديرو لها قرصات النحل، مرة كيعملوها لها في النيف، مرة كيعملوها لها فوق العينين، مرة كيعملوها لها هنايا في الراس كيف كتشوفو، مرة كيعملوها لها في الأذن هنا مور الأذن، كل مرة فاين مرة في الركبي ديالها البنات، مرة هنايا في الكرش ديالها، مرة هنايا الفوق شوية حدا الصدر، يعني هاد العلاج هذا التداوي بقرصة النحل حتى هو ضمن العلاج البنات. هانتوما كيف كتشوفوا يعني هاد المناطق اللي مدور عليهم كاملين خصها تعمل فيهم، كديها ثلاثة المرات يعني في السيمانة باش كتعمل هاد يعني باش كتعمل هاد العلاج ديال قرصة النحل. فندوزو لهاد الدواء البنات، فالدواء كيتكون من هاد الشيء، هانتوما الدواء كيتكون من هادشي، هادشي هو اللي عطانا في الدواء البنات، أول حاجة عطانا هو هذا عسل السدر، هانتوما البنات أول حاجة هو هذا عسل السدر، كيلو ديال عسل السدر، هانتوما كيف كتشوفو، عندنا هنايا كيلو ديال حبوب اللقاح، كيف كتشوفو كيلو ديال حبوب اللقاح، هانتوما على هاد الشكل حبوب اللقاح هكذا على هاد الشكل البنات، ها هما اللي ما كيعرفش حبوب اللقاح، حبوب اللقاح هما هادو. بالنسبه للعسل البنات راه تخوات لي الطاسه خويتها وما عاودتش مشيت جبتها، هنايا كيعطيك الخرقوم، الخرقوم بلدي مطحون على اليد كيف كتشوفوا، ها هو الخرقوم هنايا البنات، ازير مطحون على هاد الشكل، هاد الشي كامل هذا اليازير البنات، هاد الشي كامل كيعطيه لك هو، يعني كتشري من عنده هاد الشي، هذا هو الدواء. عندنا هنا البنات زيت المساج كيف كتشوفو على هاد الشكل، زيت المساج هنايا عندنا البنات زيت الثوم كيف كتشوفو هنايا زيت ديال الثوم، وعندنا هنايا هذا العسل مخلط مع غذاء الملكة، هانتوما تشوفو هذا كتكحل به عينها، وعندنا هنايا هذه زيت السانوج، هانتوما هذه زيت السانوج،
هاد ثم البنات على هاد الشكل، فالعلاج كالتالي، العلاج على هاد الشكل البنات. فهنايا في البرنامج، فهنايا البنات كتبلك كيفاش تستعمل هاد الشيء هذا. فبالنسبه للخرقوم هانتوما البنات، فالعلاج كالتالي، كنجيبوا الكاس اول حاجه كنديروا فيه معلقه كبيره ديال عسل السدر، وكنديروا فيه معلقه صغيره ديال حبوب اللقاح، وكنديروا فيه هنايا نص معلقه ديال اليازير، وكنديروا فيه نصف معلقه ديال الخرقوم، وكنديروا فيها البنات بعض القطرات ديال هذا زيت السانوج، كنديروا فيه بعض القطرات من زيت السانوج. كنعمروا الكاس بالماء دافي وكنخليوه حتى كيبرد، وكتشربوا البنيته، كتشربوا البنات 4 ديال 6 ديال المرات في اليوم، عندنا من 8 في الصباح مع 5 الصباح، عندنا مع 6 الصباح، عندنا مع 7 9، عندنا مع 3، المهم 6 ديال المرات في اليوم. هذه كتسمى شوربه عسل، هذه البنات كتسمى شوربه عسل. عندنا هاد الزيت البنات، زيت المساج، هذه ملي كتجي تنعس كندهلها المفاصل ديالها، وكنعمل لها شويه المساج بهاد الزيت هذه في المفاصل ديالها دائما ملي تجي تنعس من الليل لليل. عندنا كذلك هاد الزيت هذه، عندنا كذلك هذه زيت الثوم البنات، ها انتما كيف كتشوفوا الزيت ديال الثومه. بالنسبه لهاد الزيت هذه فكنقطر لها يعني في النف ديالها ملي كتجي تنعس كدير لها جوج قطرات، قطره في هاد الجهه وقطره في الجهه الاخرى، وكذلك كنشرب لها معلقه كبيره على الريق كل صباح مع 5 الصباح كنشربها، يعني ملي كنوض الفجر كنفيقها وكنشرب لها معلقه ديال زيت الثوم، ومن بعد عاد كترجع تنعس حتى كتفيق مع يعني في الوقت الحضانه عاد كتفطر. ها انتما البنات بالنسبه لهاد العسل البنات، فهاد العسل هذا كنكحلها به العين ديالها يعني من الليل لليل، مره واحده يعني في الليل وفي الصباح، كنكحلها جوج المرات في النهار، مره في الصباح ومره في الليل. هذا هو اللي شاركت معكم ديك المره قلت لكم صلاح للحساسيه، فهذا هو الدواء البنات. بالنسبه لهاد الدواء، هاد الشيء البنات، هاد الدواء هذا اللي كتشوفوا قدامكم كامل كيعمل 1000 درهم، 1000 درهم بهذا الشيء كامل البنات، كيعمل 1000 درهم. وهذا 1000 درهم البنات الا عملتي الدواء كما قال لك هو، فكدوز لك تقريبا كدوز لك 20 يوم هذه الكميه هذه، وخصك تعاود تجيبها يعني كل 20 يوم تقريبا خصك تجيب 1000 درهم ديال الدواء، من غير ان هذه هي اللي ما كتسالاش وهذه حتى هي ما كتسالاش، فتقريبا هنا شي 70 فرانك. وعاد عملنا واحد الخصم ديال 20%، لحقاش كيعرف واحد السيد من العائلة، نقصنا يعني نقصنا 20%، فخلصنا 15 ريال أولا بالدرهم 750 درهم اللي خلصنا في هاد الدواء هذا. فأنا جبته مرة واحدة البنات، وصراحة ملي تسال لي هذا العسل هذا وكنت باغا نمشي باش نجيب عاوتاني، فصراحة البنيته ديالي ما استجبتش ليا لهاد الدواء هذا، ما استجبتش لهاد الدواء تماما، وجاها جات هاد شوربة العسل هذه شويه زعيقه، لان فيها هاد الخرقوم، فيها هذا وفيها هاد الحبوب اللقاح، فيها حتى هاد الزيت، فصراحة يعني ماشي مصيغه وجات صعيبة شوية، وكتشربها يعني 7 المرات ولا 6 المرات في اليوم، فصعيبة بزاف بزاف. ولكن اللي صعيب بزاف البنات هو هذا، ما كتبغيش تدير لي هذا في عينها لأنه كيشوط وكيحرق، أنا جربته كنعملو لعيني على حسب الحساسية، فهو كيشعل العافية في العين البنات كيشوط. وكذلك البنات الحاجة اللي لقيت فيها مشكل ومشكل بزاف، ان الريجيم اللي خرج لها الطبيب، الريجيم صعيب بزاف البنات، ها نتوما تشوفوا ان شاء الله نوريكم القضيه ديال الريجيم، ها نتوما ما ينبغي تجنبه. الملح بصفه عامه ما خصهاش تاكل حتى شي حاجه فيها الملحه، يعني الملح خط احمر، اي حاجه غتاكلها مسوسه، اي حاجه غتاكلها مسوسه
السكر كذلك البنات ممنوع السكر، هانتوما ما ينبغي تجنبه، ممنوع السكر هنايا، ممنوع الحليب ومشتقاته، الفرماج، الحليب، كلشي كلشي البنات، هذيك الحليب والمشتقات ديالو، الزبده، اي حاجه ممنوع هنايا. كيف كتشوفوا اللحوم، تقريبا اللحوم كامله من غير الحوت الابيض، حتى هي خط احمر قال لك ممنوع. هنايا المعلبات البنات حتى هما المعلبات ممنوع، المشروبات الغازيه، اسقاطه ممنوع بصفه نهائيه. فصراحه البنات هذا الريجيم جاها صعيب بزاف، وكتشوفنا كناكلو حنايا وهي ما كتاكلش، فالبنيته صغيره ما استجبتليش لهذا الريجيم صراحه، وحتى انا معذبه معاها لانني كنعمل لها الطويجين ديالها بوحديتها وما كتبغيش تاكلو لي، كتقول لك علاش كنتوما كتاكلو تما وانا كناكل هنا. الحاجات كنعمل لها مثلا الحاجه مسوسه ولا ما فيهاش السكر ما كتبغيش تاكلها لي، ف يعني هذا الريجيم صعيب صعيب وصعيب بزاف البنات. فبالنسبه للحاجات اللي قال تاكل، تاكل خضر، فواكه، القطاني، البلبولات، الشعير، والاروز، وتاكل منبت القمح والحلبه. بالنسبه لهذا المنبت البنات كناخذ البانيو كنعمل فيه شويه الحلبه وشويه القمح، وكنغسلهم مزيان وكنخليهم هكذاك مفزقين يومين ولا ثلاث ايام حتى كيخرجوا النباته ديالهم، عاد ديك الساعه كنطحنهم لها مع العصير وكنعطيهم لها قلق حتى هو خص ضروري المعدنوس حتى هو البنات، يا تاكلو هكذا مع الشلاطه، يا تقطعوا لها او لا تطحنوا لها في العصير الكرافس البنات، وهنايا البرو حتى هو والاسماك، هادشي اللي خصها تاكل. ولكن هادشي اللي قال لك ينبغي تناوله خص ضروري يكون داكشي مسوس البنات، الا عملتي العصير تعملوه بلا سكر، ولا عملتي الماكله يا الطاجين يا الحوت تعمل داكشي مسوس، والبنيته ما كتبغيش تاكل ليها البنات هذاك الشيء مسوس، فمع الاسف. وكذلك المشكل اللي لقيت، المشكل اللي لقيته ولقيته بزاف البنات، هو بالنسبه لهذيك قرصات النحل، عاوتاني قرصات النحل البنيته الصراحه بحال اللي مرضات لي بالخلعه، لان يعني ملي كديرها نديها باش دير قرصات النحل، فالبنت ولا كيجيها الرعب، لان كيف كتعرفوا قرصات النحل هما صعابين شويه، يعني كيقصحوا بزاف، فالبنيته صغيره وما كتقدرش لدرجه انها يعني كتعات مرض لي بالخلعه، ملي كنديها يعني باش ندير القرصات فهاديك الطريق كامله وهي كتبكي، لدرجه ان هذيك الفم ديالها كيولي زرق بالخلعه. فصراحه الله يعني هذا الدواء هذا صعيب بزاف، لا بالنسبه للريجيم ديالو ولا بالنسبه لقرصات النحل ولا يعني بالنسبه للدواء ديالو غالي كذلك. فصراحه بديت كنقولها للناس، كنقولها للعائله، وكل شيء عارفه الريجيم اللي كنتبع لبنيته، فالناس كاين اللي كيقول لي راه هذاك الريجيم ما عنده حتى شي علاقه بالعينين، كاين اللي كيقول لي عتخرج على البنيته ديالك وعيجيها فقر الدم، كاين اللي كيقول لي هاد الشيء راه بزاف على البنت، كل واحد شنو كيقول لي. وصراحه يعني هادي يعني قبل ما يدخل الحجر الصحي باش قطعت لها هاد الدواء هذا، اولا باش ما بقيتش كنعطي لها وما بقيتش كندير لها هذا الريجيم. فالصراحه بقيت حيره في الامر ديالي، ملي كنمشي عند الدكتور كيقول لي تبع الدواء ديالك بيتقاد لك اجي تاخده، وتبع لها قرصات النحل، تبع لها الريجيم ديالها. وملي كنجي للدار وكان العائله والجيران والاصدقاء كنعاود لهم هذا الشيء، كيقول لك اودي راه بزاف وراه هذا الريجيم ما عنده حتى علاقه بالعينين، واش بليتها باقي عندها 6 سنين غادي تعمل لها الريجيم وتقطع لها الملح والسكر وتقطع لها مشتقات الحليب واللحوم والمشتقات الحليب، كيف كنعرفوا الكالسيوم راه مفيد يعني النمو ديال الاطفال. فصراحه انا في حيره من امري، هذا علاش قررت انني ندير هاد لا فيديو ونشاركه مع الاخوان والاخوات، لعل الله يعني يجيب على يد شي واحد فيكم يعني شي نصيحه اللي تفيدني. هانتوما الاخوات، فالقصه عرفتوها والحمد لله والشكر لله. فالمطلوب دابا هو انكم تدعيوا اولا وقبل كل شيء مع الوليدات ديالي ومع جميع المسلمين اللي كيعانيو شي مرض، نطلب الله عز وجل اللي يشافيه الشفاء، الا يغادر سقما. ثانيا اخوتي، انا كنطلب النصيحه منكم، انا الصراحه حيره في امري واش نكمل
هاد العلاج هذا واش نكمل هاد يعني الريجيم اللي البنيته الصراحه جاها صعيب وصعيب بزاف، واش نكملها ديك القرصه ديال النحل اللي حتى هما يعني البنيته ولات مرعوبه. هذا يعني كيف سبق لي وقلت انني يعني دابا كنعالج غير البنيته، كنقول لا يعني جاب الله الشفاء عاد غادي ندي الوليد حتى هو. فصراحة حيرة حيرة بزاف واش نكمل هاد العلاج هذا اللي هو صعيب عليا ولا على البنيتة بزاف بزاف، وما كتستجب ليش لهاد الشفاء. وكذلك ان هاد الدواء هذا غالي، وزيادة على هذا ان هذه قرصة النحل اللي صراحة انا خفت للبنيتة ديالي نعالجها بواحد جهة وتمرض لي جهة اخرى، لانها كتخلع وكتخاف بزاف ولات البنت كتقفز. دابا ساعه الا قلت لها غير نجيب لك النحيلات ف يعني البنت كيولي الفم ديالها زرق بكثره الخلعه، يعني بحال اللي جاها الرعب من هذوك النحيلات البنات، لانهم هما صراحه صعاب القراصي ديال النحل راهم صعاب وصعاب بزاف، واللي ما جربهمش راه ما غاديش يحكم. فكنتمنى انكم تعطوني الراي ديالكم، يعني تعطوني النصائح وتعطوني صراحه انا في حيره من امري. وكذلك نناشد جميع المغاربه اللي كيعرف شي دكتور مختص في هذا الشيء ديال يعني جراحات العيون وطب العيون وعنده شي تجربه معاه فيشارك معايا التجربه ديالو. وكذلك نتمنى ان هاد الفيديو تبارطاجا على اوسع النطاق، لعل الله وعسى يوصل لشي دكتور اللي عنده يعني درايه في هاد المسائل هذه وينفعنا يعني ويورينا شنو نعملو وينصحنا. وكذلك حتى الجمعيات اللي عندها شراكه مع يعني الناس في الخارج، فكان الجمعيات ما شاء الله تبارك الله يعني كيعملوا عمليات كبيره يعني لجميع المرضى ماشي ضروري يكون مرضى العيون. فنتمنى ان هذا الفيديو يوصل يعني لهذه الجهات المختصة ويورينا ويساعدونا، لانني انا صراحة محتارة والقلب ديال الام يعني كيف كتعرفوا انني يعني كنقول يعني الحمد لله وشكر لله، لكن هذا مكتاب ومقدر فهو لله الحمد اللهم لا اعتراض، ولكن كنقول الانسان يعني يتوكل على الله ولكن ما يخليش الاسباب الاخذ بالاسباب، يعني راه داخل في التوكل على الله فناخذ بالاسباب. وكيف وعلاش انا الصراحه عندي واحد الحرقه وكنسول وكنسقسي والهم ديالي الوحيد هو هذا، لانني كنقول يعني ان الوليدات الا كان فعلا العلاج كاين راه هما صغارين غيستجبوا للعلاج كثر من انهم يعني حتى يوصلوا لواحد السن فغادي يكون العلاج ديالهم صعيب وصعيب بزاف. فهذا علاش يعني قررت انني نعمل هذا الفيديو، وانتم وجوه الخير يعني كيبقى لكم كيبقى انكم تنصحوني وتعطوني الراي ديالكم، واللي عنده شي تجربه سواء خاصة مع هذا الدكتور هذا السي عبد الكريم العبد العلوي فيشارك معنا القصة ديالو، واللي كيعرف شي دكتور آخر يعني مختص في هذا الشيء في هذه القصة بحال هذه القصص اللي قلت لكم على البنات ففيدوني، فإن شاء الله كل شيء راه في الميزان الحسنات ديالكم. فاللي ما عنده حتى شي حاجة وما كيعرف حتى شي حاجة وما عنده حتى شي نصيحة فيعاوننا غير بالدعاء، يطلب الله عز وجل يشافي هاد الوليدات ويشافي جميع مرضى المسلمين. ونتمنى ان يعني الا كان كيسمعني شي دكتور اللي هو يعني عنده يعني دراية في هاد المسائل فينصحنا ويرشدنا فعنده الاجر عظيم ان شاء الله عند الله تعالى. فغادي نخليكم مع بعض صور ديال الوليدات ديالي باش نقربكم اكثر منهم وتشوفوا بلي انهم يعني ما كيشوفوش مساكن في الشمس عندهم مشكل ومشكل بزاف. فنخليكم مع هاد لي فيديو وهاد الصور، فما بقى لي الا نقول لكم الله تعالى يجنبكم المصائب والله يحفظكم ويحفظ وليداتكم من كل شر. وكيف كيقول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا شفنا شي واحد مبتلى بشي إعاهة مستديمة أو لا أي مرض وإحنا يا الحمد لله في صحة وعافية، فنقول اللهم
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى غيري، فالحمد لله على النعمة ديال الصحة وديال العافية، باش إن شاء الله تدوم علينا هذيك الصحة والعافية ونستغلها فيما يرضي الله، لأن يعني العمل من جنس النعمة. ف بالنسبة للناس اللي مراطين، فالنصيحة ديالي هي أنكم يعني رضاو القضاء والقدر، إلا أنكم تاخذوا بالأسباب وتمشيوا للطبيب ديالكم وتسولوا وتسقسيوا. هذا ما كيعارضش الشريعة وما كيعارضش الإسلام. فنمشيو للطبيب يعني ماشي الطبيب هو اللي كيشافي وماشي الطبيب هو اللي كيعالج، ولكن الله عز وجل كيعملنا أولا كيسخرنا هذاك الطبيب أولا هذاك الدكتور، أو كيكون الشفاء على يد هذاك الدكتور بطبيعة الحال بوصفات طبية بنصائح يعني من عند الدكتور. فدائما إلا مشينا عند شي دكتور أو شربنا شي دواء، فدائما الظن ديالنا أن الله عز وجل هو الشافي هو العافي، ولكن هادو كيبقى غير أسباب، فناخدو بالأسباب وما نخليوها شي. فهذا ما كان اخوتي، فانا فتحت لكم قلبي وشاركت معكم داكشي اللي كيضرني وداكشي اللي كنعاني منه. فنتمنى انكم تدعوا معايا وتنصحوني كذلك، يعني الاكثر من هذا انكم تبارطاجيو هذا الفيديو في اكثر يعني في تبارطاجيوه اكثر واكثر، باش ان شاء الله يوصل للجميع ان شاء الله. واللي يعني كيعرف شي دكتور الله يجازيكم بخير، او لا كيعرف شي دواء او لا عنده شي نصيحه، فما يبخلش علينا بها، ونطلبوا الله يرب يطلبوا الله عز وجل انه يحفظه ويحفظ وليداته ويحفظ يعني كل ما عزيز عليه، وما يوري حتى شي شر وما يوري حتى شي افات. فكيف كتعرفوا ان غير الكلمه الطيبه راها صدقه، فالنصيحة راها صدقة، فالتوجيه ديال الآخر راه صدقة. فإن شاء الله إلا يعني فرحتوني ونصحتوني ووسيتوني، فإن شاء الله بإذن الله غادي يكون كل شيء في الميزان الحسنات ديالكم وديالنا جميعا. فما بقى إلا نقول لكم خليكم مع هاد الصور ديال الوليدة ديالي ودعوا معهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التهاب في عينيا منذ الصغر، التهاب لي يعني تعاملت معه عادي، ما تابعتش ما هذا ما هذا. بعد واحد الفتره النظر بدا تيمشي. واش في الصغر ولا حتى كبرتي؟ يعني من حوالي 20 سنه او هذا. بدا البصر تيمشي شويه بشويه، انا ما تنقول غير دابا كدا دير هذه دير هذه، مسائل طبيعيه عاديه. واحد يعني حوالي 4 أشهر الان من الان يعني وليتي لما قطعنيش انسان في الشانطي ما نقطعش. ما بقيتيش كتشوف اذا؟ سيرتو انا ساكن شويه بعيد على مركز العمل، انا ساكن في الصخيرات وعندي مع العمل في الرباط. ضروري خصي يجي يقطعك الانسان. ضروري خصو يمشي معاك يعني تلين هذا الانسان. يعني ما بقيتيش غير كتخايل السي محمد ولا؟ لا والو، غير شويه يعني ولا خص ضروري مرافق. وليت نعتمد على الصوت اكثر من الرؤيه. دخلتي في حاله ديال الناس اللي ماشي لدرجه اني لما لقيت اللي قطعني واحد يعني مؤلم مضحك في نفس الوقت. نقول لما لقيت اللي قطعني بعض المرات تنزل في لوطوروت يعني تقطع الرباط، تنعتمد على ودنية تنديرها تنسمع، ما سمعت والو وتمشي تنجري. كتجري لما سمعتي الحس ديال الطوموبيل تجري. وسي جامي تجي طوموبيل ليسانس ما عندهاش كاع الصوت وتلوحك ولكن يعني تتغامر. ماشي غتغامر يعني ولكن راه ماشي لخاطرك. يعني حاله وحده اخرى دخلتي فيها لما وليتي ما كتشوفش وخصك اللي نفسيا يعني كيفاش انت من نفسيا كنتي بعويناتك توليتي خص اللي يقطعك خص اللي نفسيا واجهت الامور بالضحك في العود. كان خصني نبكي تصوري ملي تنقطع وتنجو تنبدا نضحك. الضحك راه علاج. اعتمدت انا ما مشيتش لشي مرجعيه. هذه اعتمدتي فيها من بدايه كراسك. ما مشيتش لشي مرجعيه او شي طبيب او تنضحك ملي تنقطع تنقول الحمد لله عاد خلقت. ايوا هذه راه عاد خلقت. ولكن قبل ما تخلق انت هذا العلاج بالضحك ديالك قبل واش كان شي تنكستي ديال الاسره؟ كيفاش يعني المراه والولاد والعائله اللي كانوا بيد المريض راه نص العلاج الا بغينا نقولوا الدواء زائد النفسيه ديال هاد الناس. عاود لي من بعد كيفاش تعاملتي مع المرض ديالك؟ من بعد لله مشيت عند الاطباء. امام الاكتظاظ اللي كاين في القطاع العام اتجهنا للقطاع الخاص. اجمع اكثر من 6 الاطباء على ان لا شفاء.
الشبكه طاحت ياك صافي. السلام عليكم. واخا هاد القضيه ديال الشفاء يعني ما كاينش الامل. لا اش درتي انت ديك الساعه؟ بقى الضحك ضحك، بقى الضحك بقى الاراده. انا درت واحد العمليه حسابيه في راسي، قلت علاش هاد الناس لغاو كل ما هو روحاني، لغاو الله، لغاو الدعاء، لغاو الصلاه، لغاو التوسل، ولغاو. شكون هما هاد الناس؟ الاطباء. يكفي انك تمشي عند الطبيب ويقول لك سير بحالك راه ما عندك حتى حاجه. هكا الطبيب قال لك؟ قلت له اعطيني تشخيص لهذا هذا. ما كاينش كل واحد اش يقول، تضاربت الاراء. فهمتي؟ تضاربت الاراء، الشيء اللي جعلني يعني بعد التوسل بعد الدعاء والبكاء والقيام وكذا وكذا. يعني جلستي مع راساتك مزيان. بغيت نعرف انا هذا الجانب الروحاني فينا لما تيفيق. انا جلست من النهار الاول، لان احنا كطبقه متوسطه ما غنقولش ما عندناش الحق نمرضوا. ايوا يعني من صدف القدر. شكرا وشكرا وشكرا. من هذا المنبر تنتوجه للاستاذ والعالم والباحث الكبير الاستاذ والدكتور الطبيب كريم العلوي. اتجهت المركز ديالو اللي ما تيبعدش عني بشي 10 متر يعني، شفت حالات وكذا. وبقيت انا تنقول ويلي ملي العلم ما لقاش لي الحل، واش الطب البديل غير قال لي الحل كيفاش؟ ولكن الانسان ملي تيكون مريض اي حاجه قالوها له تيديرها، كيبدا يجرب كل شيء. اي حاجه قالوها له تيديرها، اي حاجه. شتي ممكن علاش تتحط المرض ديالك في كفه وتتحط المعاناه ديالك؟ حيت مالك ما تخسر العينين اللي غتخاف منهم، هما مسدودين. والو فوالا فهمت، تحط المرض ديالك في كفه، الصحه ديالك في كفه، والمرض في صحه في كفه، يعني غالبا تترجع ديك الكفه ديال الصحه خصك تقلب عليها باي ثمن. معلوم، الصحه هي الفضل وراس المال. ملي تنقول لك باي ثمن، باي ثمن، لان ذاك الطب الناس اللي بانيه المسائل ديال العلم وهذا كلاوني يعني بواحد الطريقه. احنا على ابواب الافلاس، يعني انا امارس تجاره على ابواب الافلاس، لان كل شيء اعطينا لهم. علاش انا غنكون حاله يزرعوا فيا الياس؟ على الاقل يقول لك اولدي ينوب الله، دابا يجيب الله الشفاء. نتمنى معلوم غير كلمه نتمنى. المهم انت صافي كاع الحبال ديال الامل ما بقاوش قدام، ما بقاوش، تقطعوا كاع السلوك ديال الامل. ما كاينش اسود واكحل، ما خلاوش لك نظريه. يعني ولا بحال الشوفه ديال عينك، كتخيل الامل من عندك. الامل سوداوي والشوفه ديال عينك سوداوي. مع الاسف من صوتك ما نعرفكش من لا فيزيونومي ولا فيزيولوجي ولا هذا المسائل دي. ما غنعرفكش. شاءت الصدف ديال الله سبحانه وتعالى. واحد الدكتور فوق مني فين كاين، يعني عنده عياده ديال الطب البديل، الدكتور كريم العلوي. هذا حداك؟ حدايا كتشوف ربي سبحانه وتعالى. لما تنشوف تيجي هو مره، حنت عنده في المغرب وعنده برا، كل نهار تيكون في مدينه، كل نهار في بلد. انت تيكون انا تنعاين الناس اللي تتهبط وتطلع، ويعني ناس وتنسول 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 تلقى يعني كاين، لان هذوك الناس يعتمدوا على الشفاء النفساني اكثر منه عضوي. يكفي انك باش تطلع تيتلقى لك يعني السيد واحد السيد معاهم، تيتلقى تيطلعك مع الدرجه، كان تيطلعني مع الدرجه اختي. تيطلعني خطوه خطوه خطوه. انت محتاج لعنايه اكثر، محتاج تيطلعك مع الدرجه. بصح راه قلتيها كلمه كتزيد الخاطر وكلمه كتخسر الخاطر. تيهيئك لدرجه ان انسان مشيت عنده قال لك اودي حيت هذا العين كان دار لي انا عندي تصور في بورتابل، بغيت نوثقها من الساعه الوقت الدقيق. مشيت عنده بعيني هكذا، دخلت عند الدكتور في العوض يقول لي كذا، قال لي غنهز لك نزير لك شي حاجه باش تحل لك عينك، غتعطيني 16000 درهم. قلت له استاذ واش غترجع لي البصر؟ ديك لاغوشيل وهاد الشبكيه غترجع؟ قال لي غندير لك غيها. قلت له شنو الجدوى ديالها اللي دارتها وما غتشوفش؟ خليها. ما كنتيش غتشوف زعما شنو الفائده؟ شنو الجدوى؟ قلت له انا ما تيهمنيش لون القط ابيض ولا اسود، المهم يصيد لي الفار، انت واش غترجع لي الصحه ديالي؟ قال لك انا غندير لك غيها وسير. مشينا توجنا عند السيد، يعني امام ذاك الاكتظاظ شدينا النوبه كذا هذا، وصلت النوبه ديالي، دخلت عنده. الانسان جلستي معاه ابتسم لك في وجهك وعاملك يعني معامله اسلاميه، يتكلم باسم الله وفهمتو، وتا الطب وتا المسائل اللي ناقش معايا يعني الادويه اللي اقترع عليا وكذا ولا ساعات اللي حل. بين لك باللي كاين الحل، كاين مع اللي ماشي ديك. انا دخلت عنده حالك والسلام عليكم اللي قلتي لي قبيله. دخلت عنده عيني عامرين بالدموع. انا ما تيبانش لي هو اصلا تنسمع الكلام ديالو. قال لك اودي شوف، سامحهم الله سامحهم الله سامحهم الله هكذا. ما راه النداء ديالو تيوجهني عبر الاذاعه اكثر من ثلاث يومين في الاسبوع، تيامر بالرفق بالمريض، لانك مريض. انت في حاله نفسيه متضرره، خلينا من عضويا نفسانيا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاش وقال لك الابتسامه في وجه اخيك صدقه. صدقه معلومه. واش عرفتي شنو هي الابتسامه؟
المهم تلقيتي الابتسامه ولقيتي الرعايه ولقيتي اللي الرعايه هنا على الاقل على الاقل هنا 50% ها شويه رجعت لك المعنويات ديالك النص النص أه؟ انا رجعت انا والنحل شنو قصه النحل باش انت كتشوف النحل هذه 14 قرن باش نزل القران وهضر عليه قبل ما نكون انا ولا الدكتور ولا جدي ولا جدو ولا جدك ولا جميع هي النحل شفاء فيه الشفاء النحل قبل ما يكون النحل تيعطيك بعدا اعشاب اللي كلها ممتده من الطبيعه واش غيعطيك الانسان اللي غيعطيك تيقول لك سير شري المعدنوس وشرب الماء ديالو سير ها العسل ها الطحالب طحالب مجففه ها هادشي كله درتيه البروبوليس هادشي درتيه انت هادشي تديرو وتدير ريجيم واخا قاسي ولكن مفيد جدا وتتبع حصص ديال النحل يوميا النحل يعني القريص القريص لساعات لساعات في المناطق المتضرره هنا راه باقي الاثر ديالو وهنا يعني داكشي مضبوط داكشي مضبوط ماشي النحل تيقرص وصافي ومدروس اكاديميه ومدروس 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 واخا الحصه الاولى واش بدا تيبان لك شي تحسن الحصه الاولى الحصه الاولى انا 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 اولا قلت لك بان النفسانيه ديالي كانت مزيانه ملي جيت نعالج بديت انا تنتخيل غير تنتخيل مزيان تنجي تيطلع لي وتنتخيل بان انا وليت نعرف الكرسي فين كاين انا راه ما شفتوش ولكن باش نهز المورال ديالي تنمشي له نيشان اذا انت تخدم على راسك باش نهيئ نفسي ومن بعد تعطيك العسل تداوي به ما تتشوفش النور في الليل باش تداوي المهم مسائل اللي مضبوطه تبعتي كل شيء تبعت كل شيء مزيان الان شحال المده عافاك باش وليتي حليتي عينك شهر و15 يوم باش بديت انا بديت تنميز